اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج عفوا سيدي. ده اول حلقه في البرنامج ومعايا ضيف جميل ومهضوم قوي، حد بيفسر الاحلام عن بالقران. معايا الدكتور عمرو فكري. اهلا بيك يا اهلا دكتور. بيك يا سوره دينا، اهلا بيك، شرفتني جدا النهارده. ربنا يخليك يا فندم. طلعت من حضرتك حلقات كتير، كنت مبسوطه جدا لما بكون معاك. تفسيرك للاحلام بجد جميل جدا. انت حضرتك مذيعه متميزه وانا اتشرفت فعلا اني اكون ضيف عند حضرتك في البرنامج. ربنا يخليك يا ربنا دكتور. يخليك. بص، هبتدي معاك الاسئله على طول، مش هنزوق الكلام. لا لا، اتفضلي، خد راحتك. كلمنا عن نظريه الاعجاز العلمي في القران للاحلام. تمام. اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. ثم اما بعد، في الحقيقه استاذ ردينا، احنا في موضوع تفسير الاحلام في الاونه الاخيره، وجدنا ان تفسير الاحلام اصبح التفسير زي ما تحدثنا في اللقاء السابق، ان البحث العلمي في مجال تفسير الاحلام اصبح يكاد يكون متوقف ومنعدم تماما، وكان لزاما علينا ان نحاول في إخراج هذا العلم من البوتقة أو النظام القديم الذي كان متقوقع فيه. كان عندي في بداية الأمر عدة فروض تؤكد نظرية الإعجاز العلمي للأحلام. زي إيه؟ يعني مثلا كنت بلمس إعجاز علمي في مثلا مجال القانوني أو المجال الاقتصادي أو الزراعي، لكن بعد أن عكفت أكثر من 10 سنوات لبحث هذه النظرية، قد وفقني الله تبارك وتعالى في الوصول إلى اكتمال النظرية، يعني أصبحت نظرية متكاملة الأركان. يعني وأنا في تقديري أن القرآن الكريم يعني نوه على 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 قصة الإعجاز اللي على تلك النظرية، يعني وسوف أذكر ذلك. إسهام الرؤى والأحلام يا أستاذ ردينا يفوق عقل السادة المشاهدين أنفسهم. يعني إذا قلت لك أن الإعجاز العلمي للرؤى في مجال الأدب فكل توقع، يعني هل لك أن تتخيلي أن رسالة الغفران لأبي علاء المهري كانت عبارة عن حلم؟ والله اللي خد فيها الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي رسالة الدكتوراه سنة 1914، كانت عبارة، ودي من روائع الأدب العربي، اللي هي يعني هو حلم كانت رحلة حلمية للجحيم وللنعيم، وتقابل فيها مع أدباء ومفكرين ولغويين، وتعتبر من قمم الأدب العربي، كانت عن طريق الرؤى والأحلام. أيضا مش هنروح بعيد، يعني حتى الرؤى والأحلام أسهمت في الأدب العالمي، يعني حتى الكوميديا الإلهية للأديب الإيطالي دانتي كانت عبارة عن رحلة حلمية، ويقال إنه كان مقتبسة. بيعترف بالنظريات أو الحاجات دي عبارة عن حلم تعترف بيها؟ يعني على سبيل المثال، أصل خلي بالك ده فرع من فرع الأدب اسمه أدب المنامات، يعني أي واحد يشتغل بالأدب يعلم جيدا أدب المنامات. تمام، يعني فهماني؟ فهضرب لك مثال، يعني الأديب العالمي نجيب محفوظ، أديبنا المعروف، له كتاب اسمه أحلام فترة النقاهة، له كتاب رأيت فيما يرى النائم، وصرح كان في لقاء له مع الأديب محمد سلماوي في جريدة الأهرام، يمكن أي حد أنه يستطيع أنه يدخل على النت ويتبين هذا الأمر، أنه قال فعلا عن طريق الأحلام توصل إلى تلك الروايات. طيب حضرتك بتفسر الأحلام بناء على إيه؟ عشان تفسيرك بيبقى دقيق جدا، أنت ممكن تخش في أحداث حقيقية ممكن ما يكونش حد حلم بيها. يعني بالنسبه لحضرتك فسرت لي قبل كده احلام، دخلت في تفاصيل. بصي، هو الرؤى والاحلام تعتمد في المقام الاول على القران الكريم، تمام، وعلى السنه النبويه، وده مصدر صراحه، يعني وانا اعترف ان مصدر الاعجاز انها متخذه من القران. يعني القران الكريم بحر كبير جدا، تمام، يعني شيء عظيم، اساسا تفسير الاحلام جزء من النبوه، لكل نبي كان له معجزة وانتهت بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تكريم الله له جعل تفسير الأحلام من استمرار لمعجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال لم يبقى بعدي من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها العبد الصالح أو ترى له. فدي استمرار للنبوة، ده علم من علوم النبوة ومستمر ويشهد بنبوة سيدنا محمد.
طيب ايه هو دور الرؤية والأحلام في الأدب العربي؟ الأدب العربي زي ما قلت لحضرتك اللي هو هناك إسهام كبير جدا للرؤى في مجال الأدب العربي. أنا لسه قايل لك على موضوع رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وإنها كانت من روائع الأدب العربي، وإنها كانت عبارة عن رحلة حلمية، وكانت الأحلام سبب فيها. قلت لك برضو نجيب محفوظ في كتب يعني معنا. أنا أسفة، معنا اتصال تليفوني. وفاء، ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أعيد حلمي؟ طيب ماشي، معاكي دكتور عمرو، قولي الحلم بتاعك وهو يفسره لك حالا. ازيك يا دكتور؟ ربنا يخليك يا فندم، أهلا وسهلا بيك. بس يا دكتور، أنا حلمت إن أنا بقرا سورة البقرة، تمام، أنا وأخويا اسمه محمود، بس أول سورة من المصحف مقطوعة، فأنا بصلي ملتزمة بس مش عارفة مقطوعة ليه، ودايما أحلم إن أنا بكتب سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفي عليكم السلام. شوفي حضرتك، انت اسمك ايه؟ اسمها ايه؟ وفاء. ايوه معاك. شوفي يا وفاء، سورة البقرة من أطول سور القرآن الكريم، ولذلك من يرى سورة البقرة يعتبر يعني يعتبر إن شاء الله طويل العمر، يعني يعتبر إنسان عمره طويل يعني بإذن الله. برضو الموضوع قطعة حتة من المصحف دي يعني برضو يعني محتاجة شوية إيه، يعني يمكن في شوية تقصير شوية مني كل حاجة. ماشي يا دكتور، شكرا. أهلا بيك يا فندم. شكرا. شكرا. شكرا يا وفاء ليك. طيب يا دكتور، في أحلام جات لي على الصفحة عندي، يعني مثلا حلم، حد حلم إن شعره طول. إيه معنى الشعر إن هو يطول أو الضوافر أو كده؟ تمام. عموما الشعر الطويل يعتبر يعني انا جربته مرات كتيره، يعني بيعتبر نوع من انواع الايه المشاعر، يعني عنده مشاعر فياضه تجاه شيء معين، وقد يؤول بانه مال الموضوع يا استاذ ردينا ما بتاخدش على عواهنه الموضوع، لازم الواحد يعني الامام ابن سيرين كان بيحاول يبقى فيه مناقشات للرأي، وكان المناقشات دي قد تستمر لأربع ساعات خمس ساعات. يعني ديت رسالة مثلا ممكن تكون بتتقدم، أصلا بيقولوا يحلم بحذاء أو كده يبقى دوت بشرى للزواج. طب الشعر الطويل، الخواتم، في ناس بتبعت لي مسجات الخواتم أزواج، الشعر الطويل دي مشاعر فياضة يعني. تمام، يعني الشعر يطول مرة واحدة كده تبقى مشاعر لا فياضة؟ لا، في مشاعر فياضة تجاه حاجة معينة، خلي بالك. تمام، يعني أنت لو وضحت الأمور أكتر من كده ممكن افهم. وخلي بالك انت لما تتعرض عليا رؤيه ممكن يعني الرؤيه لها شقين. تمام. الشق الاول ان انا ممكن لازم انا مش عايز اي معلومات من الرؤيه، لان انا لو طلبت معلومات فدي بتشكك في مهنيتي وايه اللي يثبت ان انا بتكلم صح، ما انا بتكلم على الاعجاز العلمي. تمام، واخد بالك. لازم اكون واثق من الكلام اللي بقوله. اذا كانت رؤيه انا المفروض هعطي الاخ اللي بطلب تفسير معلومات شخصيه عنه، تمام، ويمكن لو تعرض حاجه هقول لك يعني. وبعدين بتيجي توصيه او شيء الرؤيه بتقدمها بقى بتكون ايه يعني اذا انا صدقت فيه. عرفت الواقع. معايا اتصال تاني. احمد، ازيك؟ الله يسلمك، الله يكرمك. اتفضل، عندك حلم عايز تفسره؟ يا ريت والله، الله يبارك لك يا فندم. طيب معاك دكتور عمرو. طيب الحمد لله، ده بنام على وضوء وبصلي الفجر ومحافظ على صلاته والحمد لله، ملتحق وخرج معهد اداء دعاء وكده. تمام. طيب بقالي يومين او ثلاث ليالي بشوف كوابيس ومش حلوه خالص، يعني اقرب ليالي كانت النهارده بعد الفجر. حلمت اعزكم الله ان بورس طالع من لساني او من حنكي، بورس صغير. تمام. فجر الكلام ده وصليت وبصلي الليل الحمد لله، اللهم لك الحمد يعني. تمام. وحجيت وحافظ القران وكل حاجه، بس الرؤية دي تعبانة خالص والله. طيب، هو الرؤية باين فعلا انك راجل طيب، يعني بتبين انك يعني في معلومات، بس برضو خلي بالك ربنا بيقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما والله ما لرياء، ما قلتش حاجة يعني. لا يعني الغيبة حافظين. اتفضل. لا بس بصراحة يعني انا يعني هل ممكن عايزة منك شوية مراقبة يعني؟ يعني الواحد لازم، سيدنا عمر بن الخطاب كان بيراقب نفسه في الكلام، يعني خلي بالك معظم انت راجل عالم دين يعني، وتعلم ما اقول، الواحد لازم يكون مراقب كلامه يعني، عشان الكلام ده هو سبب يعني سبب كبير في الذنوب، فيجب ان سنه مراقبه يعني.
يعني عشان ايه ممكن الكلام يعني الغيبه او شيء من هذا القبيل؟ لا يا حبيبي والله انا ربنا يعلم انا لا بغتاب لا شيء ولا بغتاب حد. لا بلا مش بالشرط غيبه، ممكن يكون في شيء معين يعني انت اصلا خلي بالك ده معناه ان انت ممكن ايه اتكلمت في شيء يعني حاول ان تشوف اتكلمت في امر ما يعني ممكن يكون في خلي بالك ممكن يكون في شبهه معينه يعني يعني حاول كده تفتكر كده يمكن اغلط في حد او حاجه او انك مثلا لان اصلا خلي بالك البرص الفم معناه ان انت برضو في حاجه معينه ممكن ان انت تكون ما خدتش بالك منها واخطات فيها يعني حاول تتذكر كده. بشكرك يا احمد على اتصالك. طيب نروح لفاصل ونرجع تاني. ورجعنا من الفاصل ولسه مكملين مع دكتور عمرو. دكتور عمرو كان سؤال مهم جدا كنت عايز اساله لك، ازاي اثر الامام نافع في علم القراءات؟ تمام، هو الامام نافع المدني هو ليه ذلك قصه يعني تبين قدر الرؤيه في مجال علوم القران واخص بالذكر موضوع قراءات القران. عندما نزل القران الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق ملاك الوحي جبريل كان بصيغة معينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن يصل لصحابته أن القراءة السليمة يعني التي سمعها من ملاك الوحي. لكن بعد يعني طبعا تعرفي أن القرآن نزل بقرآن عربي يعني بعربي مبين يعني، فنظرا لاختلاف اللهجات بين الأمة العربية المتسعة يعني لهجة السعودي غير المصري غير السوداني، فكان لزاما على الجيل الموجود أن يحافظ على القراءة التي سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل، فظهر قراء. طيب انا قطع حضرتك، هناخد الاتصال وهنكمل. اتفضلي فندم. معايا ام شهد، ازيك؟ اهلا وسهلا، ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم. لو سمحت انا معايا تفكير لحلمين صغيرين خالص. اتفضلي. اول حاجه جوزي حلم ان هو الشبشب بتاعه اتقطع وقال لأخويا أحمد يعني اديني واحد مكانه، فراح أخويا اداله 20 جنيه. الشبشب بتاعه شبشب اتقطع وقالت لأخوها راح اداله فلوس 20 جنيه. هو جوزي قال لأخويا اديني شبشب مكان، هو أخويا بيبيع يعني شباشب كده، فراح أخويا اداله 20 جنيه مكان الشبشب ده. أول حاجة. تمام. تاني حلم ليا، أنا دايما بحلم نفسي إن أنا حبقى عروسة، بس دايما فرحي مثلا ما بيكتملش او بيبقى فيه مثلا لما اخذ شعر في جسمي لسه ما اكدتوش، مع العلم ان انا متأخرة في موضوع الحمل يعني. تمام، شعر في جسمك مش كده؟ في جسمي يعني بيجهزوا الفرحي او بيهيئوله، بس ببقى متأخرة، يا اما الشعر ده هو اللي بيبقى لسه في جسمي انه مثلا انا لا مجهزتش يعني للفرح ده. تمام، هو فعلا الموضوع الشعر بدل على هموم يعني حاجات مزعلاك يعني فعلا. قد الشعر قد يكون ديون على الرأي وقد يكون هموم، فبس الرؤية دي فيها شيء برضو يعني توحي إن شاء الله ربنا هيفرج همك عن قريب يعني بإذن الله. طيب والرؤية الأولانية اللي هي شافتها بتاعت الشبشب بتاع جوزها مقطوع وأخوها اداله 20 جنيه. اداله 20 جنيه؟ الدرشين يعني برضو اصل خلي بالك الفلوس في المنام تعتبر يعني فلس، حتى بقول لك الفلوس فلس يعني، فاي واحد ياخد فلوس ده معناه انه هيتحط هيكون محتاج مبلغ يعني. بس في رقم في المنام، الارقام مؤثره احيانا يعني، في ناس ممكن تحلم مثلا على طول برقم معين او تشوف رقم معين، فالرقم الارقام بتبقى مؤثره في المنام ولا ده هو عامه فلس؟ لا هو بيعني برضو تعني بس خلي بالك موضوع ان احنا نقف على درجه الأرقام دي مش بتبقى دقيقة برضو، لأن تكلمي على الغيب والغيب برضو باب مش سهل عشان يبقى الكلام منضبط يعني، لكن هي خلينا في الأمور الثابتة اللي نستطيع نقول المعلومة سليمة يعني. طيب. الفلوس فلس، ربما الواحد اللي باخد فلوس معينة ده بقى هيكون محتاج فلوس معينة. طيب. أما الإنسان اللي بيتخلص من الفلوس ده فرج كبير جدا. معنا اتصال إبراهيم، ازيك؟ أهلا، ازي الحال؟
الحمد لله تمام. الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور عمرو؟ اه اتفضل قول الرؤيه بتاعتك. السلام عليكم يا دكتور عمرو. السلام ورحمه الله وبركاته يا فندم الله يخليك. لو سمحت انا كنت شفت رؤيه كده وبتكرر كذا مره معايا. اتفضل يا فندم. انا كنت عملت عمليه من سنه، عيني واحده بشوف بيها والثانيه مش بشوف بيها. تمام. فشفت في الرؤيه دي بقى ان انا طالع كده على جبل عالي كده اهوت، وفي مساجد، في مساجد كده اهوت قبله، في كل درجه انزل كده، كل ما انزل درجه كده الاقي في مسجد شكل تاني. ما شاء الله. تمام. وبعدين قلعت الحذاء وحطيته جنب مسجد، فبعد فتره ما لقيتهوش. وبعدين في اخر حاجه بعد ما قبل ما انتهي الحلم كنت رحت لمسجد تاني من المساجد اللي انا بنزل فيها من فوق، لقيت الحذاء. طب حضرتك متزوج يعني مراتك معاك؟ اه متزوج وعندي اولاد. مراتك معاك؟ اه معايا ومعايا اولاد. تمام. فالرؤيه دي بتتكرر معايا كذا مره، اشوف اللي انا بشوف عادي في المنام، عينيا بشوف فيها كويس، بس للاسف لسه لحد دلوقتي وبروح لدكاتره وكده ما فيش لسه ربنا ما اذنش يعني. تمام. لا ان شاء الله ربنا يمن عليك بالشفاء. عموما المكان المرتفع ده بيدل على علو قدرك عند الله تبارك وتعالى، لان الانسان خلق من التراب. ايوه. فنوعيه التراب اذا يعني البني ادم من اذا وجد نفسه في مكان منخفض يعني قدره يعني منخفض، اما اذا وجد نفسه في مكان مرتفع فتعني علو القدر. الحذاء انا صراحه شايفه، حتى سالتك على الزوجه، يعني ربما يكون مثلا انت مرتبط بيها، انت يعني تعني الزوجه يعني في المقام الاول، فتعني ان ربما انت ايه في مرتبط بيها جامد يعني. ثانيا ان المساجد تعني ان الله سوف يجمع عليك امر انت تريده، يعني يمكن لك امنيه معينه او شيء معين، فيعني نسأل الله أن يمن عليك بطلبك يعني. بشكرك على اتصالك. طيب يا دكتور هنكمل على الحوار على الإمام نافع. الإمام نافع يا ستي، فإحنا عايزين نوضح أن في مجال القراءات أن الإنسان أن كل إمام من أئمة القراءات كان بيحاول يذهب مذهب مختلف، لكن في طريقة في طريقة القرآن، لكن القرآن نفسه ثابت. الإمام نافع شاف شيء عجيب جدا، يعني الإمام نافع اللي أنا عايز أتكلم عليه ده، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وتفل في فمه وقرأ عليه القرآن كاملا. فكان الإمام نافع المدني، وده من أئمة القراء ومن تلاميذه الإمام ورش، حتى تسمعيها إذاعة ورش وتسمعي عن حفص عن عاصم والكلام ده، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وتفل في فمه. فكان هذا الرجل عندما يقرأ القرآن يفوح المسك من فمه. حتى الإمام الشاطبي وهو عالم من علماء الدين الإسلامي قال فيه شعر، قال: فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي جعل المدينة منزلة. هذا العالم، تخيلي هذه القراءة اللي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القراءة علمها إلى 250 من العلماء القراء، وكانت سبب انه سمع القراءة الرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فكانت اعجاز للرؤية المنامية لانه سمع القراءة الصحيحة من النبي وقام بتعليمها لله. معايا اتصال ام محمد، ازيك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. حضراتكم طيبين؟ انت طيبة. لو ساعات عندي حلم للشيخ. طب اتفضلي قولي الحلم بتاعك. لو سمحت انا حلمت زي ما كنت لقيت واحده صاحبتي فوق في الدور عالي قوي. تمام. وزي ما كنت قعدت على الباب بتاعها، قعدت كده على الباب بتاعها، بس هي كانت قافله الباب وراحت فاتحه الباب بنتي انا زي ما تكون عندهم، وبعد كده فتحت الباب لقيتني على الباب زي ما طلعت لي من راسي يعني حشرات كده، كم حشره سودة كده. تمام. واحد اللي باكل راحت قافله الباب وانا سبتها ومشيت ونزلت. اسمها ايه هي؟ اسمها ايه في المنام؟ اسمها الحاجة وفاء. وفاء. تمام. لا دي تعني على طول يا دكتور انت بتفسر بالاسم، يعني لازم تعرف الاسم. ما ليه؟ اشتقاق الاسم مطلوب، فحتى القرآن الكريم في المقام الاول والسنة النبوية، فاشتقاق الاسم، وفي احيان اخرى بالضد. تمام. الاخذ بالضد في بعض الامور يعني. تمام.
من يرى نفس الحلم. بالنسبه للصعود تعني ان في متاعب برضو، يعني خلي بالك الصعود في المنام يعني تعب، في متاعب شويه. ربما خلي بالك قصه الحشرات دي تعني الراس، يعني راس المال. انت يعني مثلا في ناس بتحاول انها تستفيد من عندك، يعني في ناس بتاخد من عندك، يعني في استفاده، لان الحشرات في المنام الصغيره تعني ممكن تكون اقارب، اهل، واخده بالك، عيال. الراس يعني من اموالك، من حاجه عندك، يعني بسيطه بس رؤيه جميله بتبين ان انت يعني عندك عزوه وبيستفيدوا منك، يعني لسه حواليك يعني. فنسال الله ان لك الخير كله يعني. بشكرك يا ام محمد. معنا اتصال تليفوني تاني. منى ازيك؟ الحمد لله كلنا طيبين. وانت طيبه؟ ممكن اقول حلمي لو سمحتي؟ اتفضلي. اتفضلي. طب بصي، هو في الحقيقه ماما مياده في الحقيقه. تمام. تمام تمام. في الحلم بقى حلمت ان انا وماما ماما نايمين جنب بعض، وبعدين بعد ما نمت ماما قامت غوطت الدولاب بتاعي. ايه؟ خدت ايه؟ خدت ايه؟ بتغوط الدولاب، الدولاب. بطاقة من الدولاب؟ بتروقه. بتروق الدولاب. بتروق. بتروق الدولاب. تمام تمام تمام. ماما تقول لي انا وديك الدولاب بتاعك الميكانيكي بغوطه لك. تمام تمام. وبتضحك كده. ما شاء الله. ده أول حلم دوت. تمام. وتمام أحلام ماما بتضحك كده وفرحانة في الأحلام، في الأحلام يعني. تمام. تمام. بس هو كده الحمد لله. تمام، هنفسر لك حلمك إن شاء الله. الدولاب يعني بيدل على حالك بصفة عامة، يعني حالك كونه مكركب ده معناها ان حياتك مكركبة، يعني فيها يعني مش في حاجة مكركبة عندك، يعني هي طبعا في الدار الأخيرة، في دار الحق، واحنا في دار الباطل، ونحن في دار الباطل، فهي يعني عندها يعني شعر بيكي وحاسة بيكي. الأموات كما ثبت عن العلماء أنهم يشعرون بالأحياء، فهي تشعر بيكي، وإن شاء الله بإذن الله يعني الأمور المتكركبة عندك دي تتحسن قريبا بإذن الله. معنا اتصال تاني. أحمد. أيوة. سيد النور ازيك؟ حضرتك عامل ايه؟ طيب عندك حلم عايز تفسره؟ أنا مريض في 4 سنين. تمام. ومش عارف مرضي ايه لغاية دلوقتي، يعني كل الدكاترة فكله يقول لي ما عندكش حاجة. تمام. فكل يوم اجي انام بالليل فبطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يشفيني ان شاء الله. تمام. وبطلب ان انا مثلا ازور، مثلا اشوف اروح عمره او حج كده في المنام يعني. ان شاء الله. يعني انت بتشوف حلمت ان انا رحت الكعبه الشريفه ما شاء الله وشفتها، شفت الكعبه؟ تمام. وشفت كان بس كانت يعني قديمه من زمان، يعني مش تطور اللي هو دلوقتي. تمام تمام. وقعدت صليت وقعدت ادور على الميه، ميه زمزم، لغايه ما لقيتها وشربت منها. شربت فعلا؟ شربت فعلا. وجبت ازازه معايا لوالدتي برضه عشان والدتي تعبانه، بس كده. تمام. عايز اعرف حضرتك تفصيل الحلم يعني. حاضر. طيب اسمعنا. حاضر. اتفضل. عموما يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، فتعني ان يعني طالما شرب من ماء زمزم فدي تعني ان الله سوف يعني يمن عليك بسؤالك، يعني سوف يجيبك الله في سؤالك. هي مش فيها اكتر من كده معلومات، يعني الرمز الوحيد ان انت طالما شربت ماء زمزم فدي تعني ان انت ربنا هيكرمك باذن الله ويعطيك سؤالك، يعني ربنا بيديله بشرة ان هو مثلا هيخف من الحياة. طبعا، يعني شوف هو سؤله ايه اللي هو عنده. طب وبالنسبه للكعبه اللي هي كانت قديمه؟ لا، هي الكعبه هي في يعني برضه سبحان الله، يعني حتى الحج يقول لك الحج قضاء حاجه تقضى لي، واخده بالك. بالنسبه لزياره الكعبه امن، خلي بالك ممكن تكون انت شاعر بخوف معين، يعني في حاجات يعني مسبب لك عدم ارتياح، فزياره الكعبه المسجد الحرام او المسجد النبوي الشريف تعني بالضبط، يعني ائمه يعني العلماء قالوا امن من خوف، حتى لو اللي يشوف كده يعني في حاجات سبب له قلق وكده، فتعني بشرى له ان الله سوف يمن عليه بالامن وقضى الحاجه بتاعته. معنا اتصال تاني. نهال ازيك؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. منال. لو عندي منام عايز اقول. طيب اتفضلي دكتور عمرو معاكي. لو سمحت يا دكتور، ها انا حلمت بطريقي. طريقك؟ حلمت
انا شفت ان انا في شقه غريبه، فحطيت الشيشه في الكوب، فرقت على المطبخ فلقيت زي صوت فرقعه، فجيت رجعت تاني ابص على الشيشه لقيتها مقلوعه شويه، فرحت فصلت الكهرباء وشلت زي حته بلاستيك بيضه لقيتها فاتحه شويه. حته فين؟ بعد ما فصلت الشيشه من الكهرباء. تمام. فلقيت طليقي خلع هدومه من بره وكان هدومه الداخليه. تمام. فدخل عليا فمعذرته يعني، هو كبرني. ايه؟ بسني. تمام. فراح حضرتك طلع ايه زي روح بقه وحشه، فبقول له ايه ده انت في ريحه بقك وحشه؟ قال لي لا مفيش حاجه، قلت له لا في حاجه. قال لي انا شربت خمره؟ قلت له ما اعرفش. فراح قال لي انا اكلت بسبوسه في الشغل ورز. فانا قلت له هو في حد بياكل بسبوسه ورز في الشغل؟ قال لي اه. فانا مشيت انا وهو شارع، فلقيت زي ستات كتير. تمام. منهم واحده بقول لها انت ايه اسمك؟ ام معاذ. قالت لي لا انا مش ام معاذ. قلت لها ستي صوتك زي ام معاذ. فلقيته هو مشي قدامي ووالدتي كانت لابسه قمار رصاصي، لقيتهم ماشيين مع بعض. تمام. فانا حاولت للست دي قعدت اتكلم معاها، فببص تاني لقيت هو ماشي مع واحده واحده لابسه ديليلي صافي، بس معايا كانت نسيت حاجه. انا لقيت بطني طريق كبيره قوي، زي عنده كرش كبير قوي واسمر، يعني جاي لي في المنام اسمر قوي وبطني كبيره جدا. هو؟ اه هو. طيب. انا بقول له انت ايه اللي حصل لك كده؟ ايه اللي حصل لك كده اهو؟ بص له سكت. تمام. طيب العفو. طب هفسر لك حلمك ان شاء الله. هو تعني خلي بالك، يعني خلي بالك رؤيه جميله على فكره، هي مش واخده بالها منها بس هي رؤيه جميله. الخمر في المنام فيعني ان هو بيحبها، خلي بالك. والله اصل يعني الخمر، وخلي يعني بالك انا متاكد من المعلومه يعني لو انا مش أنا فعلا هو الراجل ده بيحبها، ودليل كمان في ده معنى، المعنى الثاني انه التقبيل معناها ان هو بيمدح فيها. تمام. واخده بالك؟ كن بطنه كبيره فتعني راس ماله يعني او حاجه زي كده، فهي في المجمل انه الراجل عاوز يرجع لها تاني لانه في حب، وانا متاكد على فكره يعني المعلومه دي مؤكده بالنسبه لي صدقيني. في حاجات كتير بتبقى في تفسير القران زي مثلا زنا المحارم والتقبيل، بتبقى ليها تفسير تاني خالص عن الحلم او عن الرؤيه. لا هو خلي بالك كل الرموز موجوده، حتى لو خلي بالك حتى الواحد لو حلم ان هو مثلا بينام مع والدته او بينام مع اخته، لا دي مش شيء وحش، ده خلي بالك تعني انه بيبرهم، ده موجوده. والكلام ده انا مش جايبه من عندي، ده عند ابن سيرين والشيخ النابلسي وشهاب العابر، كلهم اكدوا على ان المواضيع دي ولها امور يعني. انا بشكرك جدا يا دكتور. شكرا. للاسف بجد وقت الحلقه خلص. انا استمتعت جدا بوجود حضرتك معايا والناس كمان استمتعت بتفسير الأحلام. ميرسي جدا ليك. إلى اللقاء، وانتظروني الحلقة الجاية في عفوا سيدتي. إلى اللقاء.